باب عمر 26/12/2011. إحدى الأخوات تتكلم عن معاناة أهالي الحي. إحنا بنات باب عمر نطالب وفد الأمم وفد الأمة العربية، الجامعة العربية تيجي بأسرع وقت ممكن لمنطقة باب عمر يلي صار لها أكثر من أسبوع عم تقصف يوميا، ما في مازوت ولا في كهرباء ولا في مي. رح تعال شوف الشهداء والجرحى يلي بالأراضي، ما عم نقدر نشيل جرحانا وما عم نقدر نشيلهم من الشوارع. هذا ملجأ، نحن هون ملجأ، نحن هون ملجأ، لا خبز لا كهرباء لا مي لا تليفون، ما في أي شيء من سوى الحياة مقطوعة عنا. نحن لسه شلت نص حارتنا وقاعدين فوق بعضنا بهالأبو والدم بالأراضي، وبدنا نحن انه يجي الوفد دغري. الجامعة العربية.